بنكمل لان النهارده كان في اجتماع مهم جدا في اتحاد كره القدم، اجتماع مجلس اداره اتحاد كره القدم برئاسه المهندس هاني ابو ريده. خرجت مجموعه من القرارات عقب هذا الاجتماع، وبالتالي بينضم لنا دلوقتي على الهاتف المهندس احمد مجاهد عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم. مساء الخير يا باشمهندس. بخير يا استاذ محمد، وبمسي على الكابتن حمدي ابو راضي وعلى كل المشاهدين. مشرفنا ومنورنا، واولا تحياتنا ليك. واجتماع اكيد كان مهم جدا، عديد من القرارات صدرت من هذا الاجتماع، وكان البعض بيتنبأ بقرارات اخرى، لكن نسمع من حضرتك القرارات الرسميه التي صدرت من اجتماع اتحاد كره القدم. هو الحقيقه النهارده اول اجتماع بوجود المجلس صوت مكتمل بعد انتخاب الكابتن احمد خير والدكتوره دينا رفاعي في الانتخابات التكميليه الجمعيه العموميه اللي جرت في 30 اكتوبر الماضي. كان اول القرارات كان تزكيه الكابتن احمد شوبير ليكون نائبا لرئيس الاتحاد، والقرار تم بالتزكيه دي نمره واحد. نمره اثنين تكليف الكره دي بملف الكره النسائيه. نمره ثلاثه كان في الموافقه على اعتماد لجنه شؤون اللاعبين ولائحة فترة مزاعة المقدمة من الكابتن مجدي عبد الغني بصفته رئيس شؤون اللاعبين. استعرض المجلس مع الحاج عامر حسين رئيس لجنة المسابقات موقف مسابقة القسم الأول والموسم الحالي. وكان في كلام إن شاء الله بإذن الله المجلس مفتوح في يوم 10 ديسمبر هيجي الحاج عامر تاني للعرض النهائي لموقف البطوله. احنا عارفين ان في خمس لعيبه هيتم اضافتهم لانديه القسم الاول في قيد يناير. خلاص انا بضيف لك خمس لعيبه، وهيكون بعد كده في بقى مباريات يقدر الحاج عامر يحط مباريات مثلا للفرق المشاركه في افريقيا بين مباراتين الافريقيتين، يقدر يحط مباراه في النص. النهارده يبقى عندك خمس لعيبه جداد، عندك عدد من اللاعبين اللي هيخرجوا او هينتقلوا من تقدر تعيد مكانهم. يوم 10 ان شاء الله هيبقى العرض النهائي لموقف الدوري. تمام. كان في استعراض من الدكتور محمود سعد رئيس المدير الفني للاتحاد عن عمل اللجنه الفنيه الفتره المقبله وموقف الانتخابات الثالثه. كان في قرار باحداث مسابقه كاس مصر للشباب من مواليد 97 على مدار مسابقه كاس مصر للفريق الاول. ده بين كل الانديه مجرد في اشتراك 1000 جنيه، زي مثلا اشترك 5000 جنيه بيشارك في كاس مصر كل انديه مصر من الدرجه الثالثه والرابعه والثانيه لحد ما يوصلوا الدور ال 32 مع فرق القسم الاول. هيكون في مسابقه لكاس مصر، لان في فرق كتير من الفرق اللي مش مشاركه في مسابقه القسم الاول عندها مراحل ناشئين قويه وعندها ناشئين على مستوى عالي، فهيتم استحداث مسابقه كاس مصر ان شاء الله باذن الله. هيبدا الاشتراك الرغبه في الاشتراك اعتبارا من اول الاسبوع المقبل ان شاء الله باذن الله، ثم هتجرى القرعه بين انديه الدرجه الثالثه والرابعه ثم الثانيه وصولا لانديه الدوري الممتاز او القسم الاول. وان شاء الله باذن الله هيقام النهائي بتاعها في احد الاستادات الكبيره وهيسلط عليها الضوء بشكل كبير. استعرض المجلس طبعا استعدادات البطوله الشاطئيه، انت عارف البطوله الشاطئيه المؤهله لكاس العالم تجري في شرم الشيخ اعتبارا من 8 ل 14 ديسمبر الحالي. ثم في الاخر المجلس مفتوح ان شاء الله باذن الله حتى يوم 10 هنقعد تاني، وفي ملفات لسه ما زالت مفتوحه ان شاء الله. طيب هم في سؤالين يا كابتن احمد. السؤال الاول متعلق ب موعد نهاية الدوري العام، والنهاردة كان في جلسة مع الحاج عامر حسين وحضر الاجتماع عشان التصور، وهيحضر معاكم الجلسة الممتدة يوم 10 ديسمبر. يعني لغاية لما يقدم التصور النهائي الخاص بلجنة المسابقات فيما يتعلق بمسابقة الدوري الممتاز، فيما هو يقال ان احتمالية الدوري نفسه من خلال دي الوقت والمسافات في الفترة القادمة ممكن نستكمل البطولة بعد كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، أو خلاص بعد سحب البطولة من الكاميرون، يعني لسه مش عارفين الفترة الجاية البطولة فين، لكن بغض النظر يعني البطولة الدوري هتستمر بعد كأس الأمم. وهنا هتبقى عندنا مشكلة إنك لما تيجي ترسل أسامي الأندية المتأهلة لدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية هيكون الوقت صعب جدا، لأنك ساعتها هتكون داخل في بداية البطولة الأفريقية للعام القادم اللي هتنطلق في شهر أغسطس. فالوضع ده اتحاد الكرة شايفه إزاي وهيتم حله إزاي؟ إن شاء الله بإذن الله هتنتهي البطولة المحلية قبل بداية
قبل اختيار الفرق المشاركه في البطوله الافريقيه الموسم الجديد. ان شاء الله باذن الله هنسعى لكده، وان شاء الله باذن الله هينتهي قبل تحديد الانديه المشاركه في البطوله الافريقيه الموسم الجديد باذن الله. طيب برضو في خبر نازل على لسان حضرتك ان مصر بتنفي التقدم باي طلب لاستضافه كاس الامم بدلا من الكاميرون في صيف عام 2019. لا، هو الكلام كان ان المساله بهذا الشكل ما هياش اتحاد الكره لوحده، ده مساله فيها تنسيق مع كتير جدا من الاجهزه المختلفه واجهزه الدوله المختلفه. انت عارف ان في تعاون حكوميه وما الى ذلك، وفي تنسيق مع الاشقاء العرب في القاره. فاحنا قلنا بالتحديد لو كان لدى اي من الاشقاء وخاصه المغرب الرغبه في التقدم لتنظيم البطوله فاحنا هنكون داعمين ولسنا في مجال تنافس مع اي من الاشقاء حتى الافارقه. احنا قلنا ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الدوره الحاليه للاتحاد الافريقي، احنا مش في معرض المنافسه مع اي من الاشقاء، لكن لو في اي وقت في اي ازمه في اي بطوله خاصه بالاتحاد الافريقي وطلبوا من مصر المساعده فاحنا جاهزين فورا، لكن احنا مش في مجال تنافس مع اي من الاشقاء، واحنا بنرحب تماما باي حد من الاشقاء يقدم للبطوله. اكيد. سؤال اخير كابتن احمد، يعني عايز اتضح منك الامر ان في اخبار كتيره بتنزل على المواقع النهارده تحديدا صباحا قبل اجتماع مجلس اداره اتحاد الكره، قيل فيه ان في مذكره متقدمه من الكابتن عصام عبد الفتاح ضد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، حقيقه هذا الامر وما نوقش داخل هذا الاجتماع في اتحاد كره القدم؟ الو، طب يبدو اننا فقدنا الاتصال بالكابتن احمد مجاهد، بس ده كان سؤال مهم عشان نعرف الوضع، لان النهارده العديد من المواقع كتبت هذا الموضوع، فكنا عايزين نعرف هذا الخبر مدى صحته من عدمه من الكابتن احمد مجاهد. كابتن حمدي، الفترة القادمة يعني المهندس احمد بجد اتكلم معانا استضافة كأس الأمم، قال مصر داعمة لأي دولة خلال الفترة القادمة، أيضا كمان مسابقة الدوري العام في